اتفضل. تمام يا باشا. ده انت اللي باشا وستين باشا كمان. ياه، اخيرا الشقه خلصت وممكن استلمها. خلصت وهتستلمها حالا، وبعد ما تبدا فيها التشطيب شهر بالكتير هتنورها انت واهل منزلكم. يعني حضرتك يعني انا ممكن استلم المفتاح بتاع الشقه؟ هو انت لسه ما استلمتش المفتاح؟ لا لسه حضرتك. طيب، شقه تلاته اهو، تلات مفاتيح يا عم، مش مفتاح واحد. الف مبروك. الله يبارك فيك. يا فعلا الصبر مفتاح الفرج، وده مفتاح الشقه. يا اخيرا حلم العمر اتحقق، شقه وحيطان ومحاره وسيراميك وحمامات وسباكه وكهرباء. احمدك يا رب. صدق حضرتك انا لغايه دلوقتي مش مصدق. وبعدين ما تصدق يا استاذ محمود. حاضر حضرتك اصدق يعني، بس دي مش الكاميرا الخفيه يعني. خفيه ايه وحنفيه ايه؟ انت راجل دفعت فلوس واستلمت شقتك ومفتاحك، عايز ايه مني تاني بقى؟ عن اذنك عشان انا مش فضيلك. سلام. ايه ده؟ هيكره الواحد في الشقه. بس الحمد لله شقة هايلة. تعالوا بقى بصوا، دي أكبر أوضة موجودة عندنا في الشقة. هايلة هايلة يا محمود. بص بقى يا حبيبي، دي هنوضبها بطريقة جديدة خالص. يعني إيه طريقة جديدة يا أختي؟ هنعمل يا ماما فيها أوضة نوم وأوضة معيشة مع بعض. الناحية دي نحط أوضة النوم، والناحية التانية هنحط مكتبة فيها التلفزيون والفيديو وشوية كتب كده. الله، طب ما أنتوا عندكم صالة تانية كبيرة. لا، ما الصالة دي إن شاء الله بقى هنوضبها تبقى ريسبشن كبير نستقبل فيه الضيوف لو جم يعني. الله، طب وأوضة السفرة؟ يا حبيبتي أوضة السفرة دي موضة قديمة قوي. إحنا هنجيب ترابيزة وأربع كراسي ونحطهم في المطبخ. إحنا مطبخنا كبير، 4 متر في 4 متر. والله فكرة، الواحد يطبخ ويتفرج على المسلسل، بس كده بقى هيبقى عندكم أوضة صغيرة زيادة. ما دي إن شاء الله لابننا شعبان. يا أختي، اللهم صل على النبي، حفيدي شعبولنا القلة. أصل أنا بصراحة يعني كنت مكسوف أخلف. ياه، مكسوف تخلف؟ آه طبعًا. مش معقولة هقعد في أوضة واحدة أنا وسامية وشعبولة القلة. المهم ألف مبروك يا أولاد، بقالكم شقة خاصة بيكم توضبوها زي ما أنتوا عايزين، وتعملوا فيها اللي أنتوا عايزينه. عايزين تاكلوا في أوضة المعيشة، تستقبلوا الضيوف في الحمام، تناموا في المطبخ، اعملوا اللي أنتوا عايزينه. المهم بقالكم سقف تستظلوا تحت منه وباب يتقفل عليكم. هو ده الكلام يا بابا، هو ده الكلام. يلا بقى يا ابو نسب، شد حيلك وشطب بسرعه. ان شاء الله اسبوعين بالتمام والكمال والشقه تبقى فل الفل. يا محمود، احنا اصحاب من زمان، واديني فرصه اخدمك بقى. يا سلام عليك يا حسين، طول عمرك جدع. بص يا عم، المونه هتبقى من عندي هنا، والحساب يبقى يجمع بعدين، مفيش مشكله. هديهم لك بسعر الجمله. الصناعيه انا هجيبهم، وبعد كده هنحاسبهم باليوميه، مفيش مشكله. ماشي. المهم ان الشقه دي تخلص بسرعه. اخو مراتي عايز الاوضه اللي احنا قاعدين فيها عشان يتجوز هو كمان. بصراحه بقى انا ومراتي عايزين نحس ان احنا بنتجوز من اول وجديد، في بيتنا وبراحتنا وعلى حريتنا. والله ما هتكفينا. انا اعمل ايه يعني بقى؟ القرشين اللي كانوا معانا ما قدوش نجيب شقه اكبر من دي. وهنعيش فيها ازاي؟ على رأي المثل، عد غنماتك يا جحا، واحدة نايمة والتانية قايمة. صالة هنكربس فيها الانتريه والسفرة، وانا وانت هننام في اوضة لوحدينا. طب والعيال دول يا حبة عيني هنعمل فيهم ايه؟ ها؟ البنتين والولدين يناموا في اوضة واحدة يا راجل؟ صح يا بابا، المفروض انا واختي ننام في اوضة لوحدينا، واخواتي الصبيان يناموا في اوضة لوحدهم. خلاص الصرافة، البنات يناموا في الاوضة، والصبيان يفرشوا فرشة في الصالة. طب والمذاكرة؟ ده احنا كلنا في شهادات. وبعدين ازاي هننام في الصاله؟ هنفضل واقفش كل يوم على الارض قبل ما ننام، ونصحى الصبح نشيلها تاني. بس يا ريت الحكايه دي هتنفع، ده بعد ما هنحط الاندريه والسفره مش هتلاقوا حته تناموا فيها. حلو قوي، انتوا بتزنوني بقى احنا ولا ايه؟ هو ده الموجود. بس الموجود ده بقى يعني ما يلزمنيش ولا ينفعنيش ولا يعجبنيش. احنا عاوزين اوضه كمان يعني. انت عايزه اوضه كمان يا عينيا؟ سهل قوي انك تعوز اوضه كمان،
بس الصعب عليا ان انا اجيبها. روح لصاحب الشقة رجع حالي وهات فلوسها نجيب شقة أكبر وجميلة كده ونبحبح بيها أنا والعيال الحلوين القطائد دول. الله الله الله، وكمان عامل الدهانات سبونيش. بالظبط هتبقى زي ما تخيلناها. هنا الصالة، هنا الريسبشن، الحمام والمطبخ، أهم حاجة خلصوا. كله تمام يا أستاذ، كله تمام. السيراميك من الأرضية للحيطان للسقف فوق، مية بارد سخن، كله تمام التمام. 100 فل 14. سلامة سحس، طولت الأكل فوق. أنت تؤمر يا حبيبي. ودي أوضة شعبولة طبعًا. طبعًا أنا أقدر أنساها، اتفضل يا أستاذ، اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله، حلوة قوي. والفرش ده مين اللي فرشه؟ انا اللي فرشته. ليه يعني؟ يا اخي ليه ايه، انا يوم فرحكم ما عرفتش اعمل معاكم اي واجب، قلت اجيب لكم بقى هديه ملحوقه، بس ما جاتش من حظكم، جت من حظ شعبول. بس كتير يا حسين. كتير ايه بس، ده انت اكتر من اخويا، انا عمري ما هنسى افضلك عليا. انت ناسي؟ لا طبعا فاكر. بس حقيقي يا حسين تجنن، ذوقك هايل. ربنا يخليك. نقول ايه، خبره بقى. طيب يلا يا اساتذه، انا شطبت لكم كل حاجه، واتفضل المفاتيح. ايوه بس لسه بقى فاضل اوضه. اوضه ايه يا محمود؟ يا رب يديك اوضه. بس اوضه ايه؟ اوضه ايه؟ اوضه نومنا. اوضه ايه يا فين دي يا محمود؟ فين ايه؟ بره. بره ايه بس، انا اول ما جيت ما كانش فيه غير اوضه شعبوله. اوضه شعبوله ايه؟ طب والاوضه بتاعت الناس اللي هيجيبوا شعبوله ابوه وامه فين؟ طب هي فين بس يا محمود؟ مفيش، انا اول ما جيت ما لقيتش غير دي، وريها لي. يعني ايه يعني؟ ايه الجنان ده بقى؟ لا 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 لا، باب الاوضه الكبيره كان هنا، راح فين يا محمود؟ ما احتمال انت اللي ناسي. ناسي ايه؟ هنسى اوضه بحالها؟ انت بتستهبل. انا كمان مش ناسي، حتى قلنا هنعملها اوضه نوم على اوضه معيشه. بالظبط، هات البلان انا هوريك دلوقتي. حسين بص يا سيدي، ادي اوضه النوم الكبيره اللي انا بقول لك عليها، جنبيها على طول اوضه زفت شعبوله، وادي اتفضل اهو ده الحمام وده المطبخ اهو. ايوه فعلا، ادي الحيطه اهي وفيها باب يودي على اوضه كبيره. امال ايه اللي حصل؟ انا مش عارف ايه اللي حصل. طب يا جماعه دوروا عليها كويس، يمكن تكون تايهه هنا ولا هنا. هي ايه اللي تايهه هنا ولا هنا؟ هي فرده شبشب ولا معزه؟ دي اوضه 4 في 6. معلش يا استاذ محمود، بالهداوه كده وقول لي ايه الحكايه. فندم سيادتك، انا حكيت لك الحكايه قبل كده يعني. معلش سامحني، جاز العيب في قدرتي على الفهم والاستيعاب، فاحكي لي الحكايه من اول وجديد. حضرتك يعني احنا كنا شاريين شقه اوضتين وصاله. بص حضرتك، قلنا هنا هيبقى ريسبشن، وقلنا هنا اوضه شعبوله ان شاء الله. مين شعبوله؟ يعني ده دلع شعبان ابننا المنتظر ان شاء الله. وكده يبقى الشقه اوضتين وصاله. رحنا النهارده نبص على الشقه، لقيناها اوضه وصاله وما لقيناش اوضه النوم سيادتك. انا كده فهمت، انتوا جايين تبلغوا عن سرقه العفش بتاع اوضه النوم. يا باشا حضرتك فهمت غلط، احنا اصلا لسه ما اشتريناش العفش. انتوا هتحيروني بقى ولا ايه؟ ما جوز حضرتك لسه قايل دلوقتي ان اوضه النوم اتسرقت بقى ازاي وحضرتك بتقولي انكم لسه ما اشتريتوش العفش؟ بص يا سيادتك، مش اوضه النوم هي اللي اتسرقت، لا اوضه النوم هي اللي اتسرقت نفسها. يعني مش العفش بتاع اوضه النوم، يعني مش الدولاب والسرير، لا الحيطان والارضيه والباب. انتوا لازم تروحوا شقتكم تحتلوا الموقع، تبقوا على مقربه من العدو، ساعتها هتعرفوا كل التفاصيل عنه، وهيكون من السهل عليكم انكم تنتصروا عليه. جم طبعا. خش خش بسرعه، كل حاجه جاهزه. يلا يلا. تمام، كله تمام. افتحوا السكه. مفيش فايده، عاملين ورديات ليل ونهار، ما بيسيبوش الشقه لوحديها ابدا. لا اصبر، معقوله التورته الاول؟ بعد العشاء تاكلوا حلويات زي ما انتوا عايزين. وفي عشاء؟ امال ايه، ده احنا طالبين حته ديك رومي محشي زمانه على وصول من مطعم دلوقتي. المهم ديك رومي، ارموني في اي لحمه وسيبوني. يا رب الديك الرومي يوصل، انا ابتديت اقلق. اهو وصل اهو. ديك الرومي، ديك الرومي، ديك الرومي، ديك الرومي. يا سيب ايده هو بس، خد الديك بس. مساعدين؟ دلوقتي يا بيه؟ خلاص كلها ساعة ولا نص ساعة ونخلص. طب نشرب شاي. حاضر هعمل لكم شاي.
اسود صعيدي يحب الكوبايات عارف. الحمد لله واضح ان الخلطه بتاعت العطار اشتغلت تمام. ألف شكر يا رجالة. أي خدمة أستاذ. ألف شكر. يلا رجالة. ما نجيبكوش في حاجة وحشة. اتفضل. ألف سلامة. أخيراً أوضتنا رجعت لنا. جاي لك يا شعبولة.